çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. كأنك مو محتاجة لأي حدا، بس الحقيقة أنت محتاجة للحب. الحب رح يقويك صدقيني. يلا بقى أعطيني فرصة، قبلي عزيمتي لو سمحتي. هلا إذا أبوك رجع على البيت وشافني أكيد رح تصير مشكلة كبيرة. هو ما بيجي بهالوقت، وأساساً بيغيب عنا كل 3 شهور سوا. أمي ما عم تستوعب هذا الشيء، بس يمكن في بيت تاني. هاتي لشوف. أمي ليكي، أمي مو هيك صار شكلها حلو؟ عن جد أنا بعتذر كتير لأني سببت لكم المشكلة بجيتي لعندكم. بس أنت ما إلك علاقة بهالموضوع. يعني إلك علاقة وما إلك. هلأ أنت مو شاب، بابا بنظره كل الشباب زعلان. خلص اتركنا منه، هو واحد مريض نفسي. خلينا نبلش. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام. مرتضى، شو ما اشتقت لأخوك فكري؟ ايه لو بتعرف شو اشتقت لك. طول الليل وصدري طابق علي وعم فكر وعم قول وينك يا فكري. خلص تركنا من هالحكي، هلأ افتح لي قنينة بيرة. لا حبيبي لا، صار حسابك كتير كبير. لك شوف شو كاتب يا ابني، اليوم راتب المصابين. تفضل يا عيني. معقول لهلأ ما خلصوا مصريات الألمان؟ عن جد حلال عليه. وليش لحتى يخلصوا يا ولد؟ رحنا تغربنا واشتغلنا كل هالسنين وتصاوبنا مشان نصير متقاعدين صحيا. بزمانه صوروك انه ما فيك شي، شو صار بهداك الموضوع؟ شو ما عملوا مستحيل يقدروا يثبتوا هذا الشي علي. ظهري لساته عم يجعني، مجبورين يعطوني راتبي. يلا يا ولد لا تكتر حكي وعبي لي وحده ثانيه كمان. شو لحقت تشربها؟ يستغنوا عنا ويزتونا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مرتضى طلعونا من الشغل. مين هدول اللي قاعدين هنيك على الطاوله تبعي؟ والله يا حرام، هدول العمال تبع المصنع اللي تحت. الا ما نلاقي حل المدير اعطاهم حسابهم وطرد. والله ما بتنبلي عجب. السلام عليكم يا شباب، كيفكم؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. قولوا لي شو عملتوا؟ الشركة أعطتكم التأمينات؟ لا والله ما أعطوا. تنعطوا لا تصيح. والله ينعم. مرتضى ضيف بيرة لكل الملاعين من شغلهم على حسابي. عن جد عم تحكي؟ شو هالحكي؟ ليش أنا ملاقي مصاري بالشارع؟ قولي مرتضى شو صار؟ مرتضى
وين هذا الزلمة اللي اسمه فكري؟ والله يا أخي ما شفته من يومين، خير شو صاير؟ إذا مسكته بيدي بدي أشرب من دمه. ليه؟ شو صار؟ ما عجبك الدهان؟ ولك دهان شو هلأ؟ اشتغل شغل نائس وفوق هيك أخذ عدتنا وراح باعها بالسوق. لا لا تقولها. ماشي معلم، هلأ أهدى وريح بالك، بس شوفه أو يجي لهون أكيد رح خبرك. أنا متأكد إنه رح يجي لهون. لا روح على بيتك وارتاح، لأنه هاد الزلمة ما حدا بيعرف إمتى بيجي على القهوة، رح تستناه على الفاضي. خلص خلص روح وأنا بخبرك، بس شوفه. ماشي ماشي. ببقى بحكي معك. حكيني أول ما تشوفه. خلص خلص الموضوع عندي، لا تخاف. شكله الدهان تبعك منيح كتير، الظاهر عجبهم للجماعة وإجوا بدهم إياك. عن جد انت ما بتتغير. ايه بس يا مرتضى، العدة جابت مبلغ مرتب كتير. لك من وين عبيت هاي؟ كانت معي من الاول. الشخص اللي مثلك ما بينوثق فيه. دقيقة دقيقة، شو قصدك ما بينوثق باللي مثلي؟ واضحة كتير. وليش؟ لانه اي شيء بدك اياه بيجي لعندك، يعني ما في داعي تحارب مشان أي شيء أبدا، لهيك أنتوا بتتخلوا عن كل شيء بسرعة. عن جد؟ مو ملاحظة أنك عم تظلميني؟ لا ما بتصور. حكم مسبق يعني؟ لا مو أحكام مسبقة، يعني درست بمدارس خاصة ووضعك كتير منيح وشكلك حلو واحتمال تكون صايع وما بتشتغل كمان. عن جد؟ إيه. شو رأيك نلعب لعبة حلوة؟ شو هي؟ لعبة الأحكام المسبقة. رح أسألك كم سؤال هلأ ورح تجاوبيني بإيه أو لا، تمام؟ أول سؤال، أنا مجرد غني تافه بالنسبة لإلك؟ أي تماما. شوفي، يمكن شغلة الورد والغسالة خلوك تعصبي مني. أي صح. ليش؟ في شي غني تافه غيري عمل هيك معك؟ اشترى لك ورد وهدايا واختفى من حياتك مو؟ حقيقة. دقيقة دقيقة، جاوبيني قبل، بدي اسمع ايه او لا؟ لا، وما في داعي نجرب لحتى نعرف التكتيكات الرخيصة لأمثالكم. ايه؟ انت مفكرة انه اللي مثلي حياتهم سهل كتير، عايشين مرتاحين واهلنا بيعطونا مصاري. انت اللي وصفت حالك. وانت بليق فيكي زلمة تعبان بمصريات وعانى بحياته مو هيك؟ ايه صح. ليكي لميس، الإنسان مو بإيده يختار عيلته والطريقة اللي عاش وتربى فيها، بس بالآخر نحن من عالمين مختلفين وما رح يصير مثل ما منشوف بالمسلسلات. خلينا نمشي. ماشي. لكان أنت سبقيني لبين ما أدفع الحساب، تمام؟ الحساب لو سمحت. نحن طالعين نجيب السيارة. حسن اتركها، أنا رح أخذها. شو عم تساوي؟ هلأ بتشوفي، لأنه الأحكام المسبقة شي بشع. أهلا وسهلا. أنت بتصف سيارة؟ إيه؟ يعني بتشتغل هون؟ إيه صحيح. طيب سيارة هديك المرة؟ كانت لزبون تاني، أحياناً مناخد السيارات ومنساوي فتلة. يلا تعالي خليني وصلك. بس مشان صاحب السيارة. لزبون هلأ فات ما رح يطلع. أول شيء بحط هاي هون، تاني شيء أنا جبتك على هالمكان بالذات مشان ما يكون الحساب عالي كتير لأني بشتغل عندهم بالمحل. عن جد أنت واحد مجنون، هذا المكان كتير غالي، لو بعرف هيك. شو كان صار؟ كنتي ما إجيتي؟ كنت إجيت بس على مكان منطقي أكتر، مو هاد. يعني أنا وأنت هلأ ما في فرق بيننا بنوم؟
ايه وانا كل الوقت كنت عم حاول انه فهمك وقل لك هذا الشيء. ومن وين جبت حق الغسالة؟ انا كنت مجمع شوية مصاري واشتريتها، يعني مو كتير مهم. ايه بس انا ما بقدر اقبلها منك بنوب، لازم تجي وتاخدها. غسالة جديدة؟ طبعا بكرة من كتر ما رح يستعملوها رح أدفع الفاتورة راتبي كله وما بيضل معي شي أبدا. لميس! بابا؟ ايه بابا قوموا له اللي من وين جبتوها؟ بابا؟ انت امتى اجيت؟ منيح اللي فقت لي لحس. تعالي لهون وحاجة تكتري حكي. قالي لي هاي الغسالة من وين جبتوها؟ شو؟ عن جد في ناس حياتهم كتير حلوة. أنا عم بقرأ بالمجلة. هاي حكمت، يعطيك العافية ست إسراء. الله يعافيك. يلا خلص خلينا نمشي. ماشي برتب هدول ومنمشي. طيب بتحب أني ساعدك؟ طيب خد هالكراتين وحطهم جوا. تمام. حكمت اتركهم أنا برتبهم أنتو. لا هلأ منرتبهم ما بياخذوا وقت. عرحتك بسيطة. تعبت كتير وأنا خبي جواتي، لازم تعرفي إنه بحبك. ليك هالملعون والله طالع معه. شوفي شو عم تساوي؟ قلت باخد دفترك مشان نطلع بسرعة. قلت لك تحط الكراتين مو تشوف دفاتري وتفتش فيهم. لا والله أخدته مشان نطلع بسرعة. ايه شو صار يعني؟ ولا شيء، امشي. تصبحي على خير. على خير. وأنتو بخير. يعني هلأ أنت بتحبها لأسراء؟ شفته بعيني للدفتر. لك هاي المرة متزوجة. لك ما بتحبه لزوجها، لك بتكرهه لو بتعرف شلون بيتعامل معه. لك زوجة واحد مجنون والله بيكسرك تكسير. أنا بحبها لإسراء. يعني شلون بتحبها؟ شو هي اشتريت لك هاد؟ أنت بلا مخ ومانك فهمان شي بنوب. يعني إذا اشتريت لك قميص واشتريت لك أكل صارت حبيبتك؟ إيه اشتريته وهدتني إياه، وأنا كمان اشتريت لها ورد وسيديات، اشتريتهم لأنه منحب نفس الشغلات، لنسمع نفس الأغاني. أصلاً أنت شو بفهمك؟ يا ولد طلع فيني. إسراء قالت لك إنها بتحبك شي؟ اللي صار هيك شي بيناتكم؟ ما قالت شي، ما حكيت. وقتي صوتك. ما حكيت لك وأنا ما حكيت، ما قالت وما قدرت أقول اللي بقلبي. أخي أنا مو قدران أحمي إسراء من زوجها. أنت بتعرف شو يعني تتطلع كل يوم بعيونه وما تعمل شي بنوب؟ عندك فكرة عن هالشي؟
يعني ما كان في داعي انك توصلني لهون. هلأ الناس بتبلش تحكي. ايه؟ وانا امتى رح ارجع شوفك؟ واقف عندك واقف. شو واقف عم تعمل مع بنتي ولا؟ بابا اهدى، بدر رفيقي بالشغل ووصلني لهون بطريقه. يلا بالإذن، تصبحوا أخير. تلاقي الخير بدر. استنى شوي، استنى، تعال هون، تعال تعال. أنت بدر مو هيك؟ إيه أنا. هو نفس اللي جاب الغسالة اللي جوا؟ إيه تمام. أي أساس بتشتري أغراض لبيت؟ كيف بتسمح لحالك تعمل هيك؟ بابا اسمع شو بدي أقول. شايف الغسالة الموجودة جوا؟ لازم ترجع. عم تفهم؟ أنا ما رح أسمح تشتري لي الغسالة اللي بغسل فيها تيابي. عم تفهم ولك؟ بابا بابا روق، رح ندفع حقها بالتقسيط. يعني شايف حالك علينا بمصرياتك؟ عم تضحك على بنتي بمصرياتك يا بلا أخلاق؟ نزلي إيدك. بدر بدر روح من هون بسرعة. يلا ما رح روح لمكان قبل ما أطمن إنه لميس تمام. ماشي يا بلا أخلاق. أنت بدك تحمي بنتي؟ لك واحد مثلك ما بيغبر عصر مايتي. شو صار لك؟ بابا والله أمسح فيك. خلي شكري بابا. لك صار لك شيء؟ منيح أنا منيح. بعدوا عني. أنت منيح؟ بعدوا عني. اللي صار لك شيء؟ لميس ماشي أبوكي فوتي. رد علي. حاجة بهذا الأقدام العالم. خلص يلا قوم وقف. يلا قوم معي. ممتاز أنا ما فيني شيء. أنا بورجيك. أنا بورجيك. على مهلك على مهلك. قوم شوي شوي. انت منيح؟ خلص انت يا ربي دخيلك. استغفر الله ما رح نخلص من هالشيء. نلع من هون. كل يوم والتاني عامل مشكله بالحاره. حقير نلع. يلا نحن صح فقره وعقد حالنا، بس عنا شرف وما بنقبل ناخذ حسنه ولا لا تصرخ. ما يا جماعه صرخ. ليكو الناس كيف عم تتفرج عليكم؟ نلع فوق ماله غلطان. عم بيعيط علينا كمان. يلا خلص يلا بقى امشي. الغرب هيك حاره زباله. بدر لو سمحت ما بيصير تضل عم تبهدل حالك هيك يا فكري، مو حلوة. يلا نقلع نقلع. شوف العالم كله يكون بعون هالرجال. الله يكون بعونهم على هيك أب. يا أنا يا الغسالة اسمعي منيح، إذا رجعت ولقيت الغسالة هون فوحياتك رح أحرق. خلاص انت ويا يلا روح. لوين فكري لوين؟ على شغله يا كلام. ليش خلاص؟ ليش لا ترجع للغسالة؟ انت ما صدقتي امتى صار عندك غسالة منيحة. وانتو يلا حبيباتي خلص الفيلم. يلا كل واحد على بيته. يلا يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا اتحرك. امشي تلاك. امشي امشي. اسمعني بدي اقول لك هالشغله. لما ولدت انت مسؤوليه الاهتمام فيك كانت من واجبي. دائما كنت اقرب رفيق لإلك. المهم كنت جنبك وحاولت تكون مثل ابوك، بس أول مرة بشوفك بهالحالة. ماشي أنت حبيت، مو مشكلة بنوب، يعني ممكن الواحد يحب واحدة أكبر منه بالعمر ما في أي مشكلة، بس مو متزوجة يا أخي. بعرف أنه ما بيصير حب واحدة متزوجة، وفوق هيك متزوجة واحد وسخ. ها قلت بلسانك زوجة واحد وسخ. إذا بكرة عرف بشو عم بتفكر، إذا قالك أنت قربت على شرفي وقوصك شو بدنا نعمل؟ ليش لحتى يقوصني؟ أنا بس بحبها فهم؟ حبي لإلها بريء وما فكرت فيها غلط.
أنا حبيتها كتير والحب هو الأهم. تعال عندي. اسمعني. اسمعني منيح. نحن ما قلنا حدا غير بعض، بتعرف هالشي ما؟ طبعا بعرف. ايه وهيك رح نضل. اهلين لميس، انت منيحة؟ منيحة منيحة. والله مشغول بالي عليك كتير. لا ينشغل بالك، بس مفاتيحك وقعوا عند الباب، تعا الصبح وخدهم. بس بجوز جيتي لهنيك تساوي لك مشاكل، خليني شوفك بغير مكان. لا لا، تعال هون على البيت. طيب تمام. أختي شو عم بتساوي؟ تعالوا فكوها. ليش؟ تحركوا يلا. طيب تركيها تقيلي عليكي. خلص روحي من هون. أمسكها من هون أنت. يلا على يلا ارفع. خليني خلينا نرفع سوا. أنت بعدي بلا ما يصير لك شيء. شو فقت لحالك؟ برافو عليك يا بطل. تعال شوف، خلينا نروح نغسل وشنا. ايه وين محايتي انت يا اختي؟ وليش لا اخذ محايتك؟ انت ما ضربت ولد بالصف واخذت محايته؟ شو حل تضيع؟ راح تروحي على الشغل هلا؟ لا اليوم شغلي المساء. اه عن جد؟ لكن ليش لابسه ثياب الطلعة؟ عندي طلعة بس بعد ما ترجعوا. بدك شي لميس؟ سلام. ما تمد ايدك علي. يلا بسرعة رح نتأخر. استنى. يلا يا اولاد. يلا يا بنت. يلا يلا خلصيني. يلا خلصني. ليلاس كمان اليوم ما اكلت شي؟ بلا والله شبعت. لا ما شبعت، استني. هذا هو بيت فكري؟ ايه تفضل. وينه؟ ناديلي عليه. بابا مانو بالبيت هلا. شوفي بعده هيك يا شيخ. بعده هيك العالم بهالطريقه هي. فكري لا تتخبى، طلع يا فكري طلع. بعده ليش عم تصرخ هيك؟ بابا مو بالبيت، بس يجي من خبره. لميس ابوك هالمره شو عامل؟ خاله عائشه ما بعرف، فوتي انت هلا. في شي مشكلة؟ انت ما تتدخل. عم بيدور على بابا. كان عندي ورشة ادهان بالبناية اللي تحت. شو جابها هذا؟ وبستعجل عليها. شغلت هذا النصاب وقال لي بخلص ادهان خلال يومين. لك تضرب انت بالدهان تبعك. روح لعنده على القهوة، ليش جاي لهون؟ ايه بس ابوك صار له يومين ما عم يروح. بلكي راح على الحديقة. هص سكوت ولا كلمة. قلت لي على الحديقة؟ اسمعني معلم، ممكن تهدى شوي وتجي معي؟ تعال معي دقيقة لو سمحت. خالي عائشة ممكن تفوتي لجوا لو سمحتي؟ ما في شي تتفرجي عليه. لا إله إلا الله. مين بيكون ها؟ إذا صار أي مشكلة تانية تعال حكي لي لهم. ما في داعي تيجي لهون على البيت. والله أنت رجال معدل، يعطيك العافية. تسلم، شكرا. روح بالسلامة. بايع عدة الدهان تبع الرجال. شلون بيطلعني حرامي قدام أولادي هالتافه؟ والزلمة موقفه كتير صعب. ها أو دغري صدقته، بلكي الزلمة عم يكذب. لو سمحت لا تتدخل بمواضيع ما بتخصك. أنا بس عم حاول أني ساعدكن. أساساً مين طلب منك المساعدة؟ أحمد خلاص يلا كلكن على المدرسة يلا. برافو عليك ابني، برافو عليك، وقف عند حد، برافو. ها ليلاس يلا تحركوا يلا 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 على المدرسة أنت وياها. تفضل خذ غسالتك وروح. بس انتي انتي حكيتي معي مشان المفتاح. اه
ها شو هلا؟ شو جد بدكن ترجعوها؟ المشكلة مو بالغسالة بلوم، أنا ما عندي حياة خاصة هون وأنت شفت بعيونك. أنا خجلانة كتير من اللي صار، بس شو أعمل؟ هاي حياتنا. يا ريت تاخدها وتمشي. هيك بدك؟ إيه ماشي. عجبتها؟ الغسالة إلك؟ إيه اللي بدك إياه؟ إيه والله باخدها. في مصاري؟ إيه. قديش بتدفع؟ كمان هذا وسخ، ليش مو غاسلينهم؟ مو معقولة هيك يا بنت، ليش ماني غاسلة تيابي؟ شو بدي ألبس أنا هلأ؟ يا الله بابا رح أتأخر على دوامي. شوفي شو بدك اليوم؟ لا تتأخر لأنه بكرة عنا شغل كتير. أوف لا تفوتيني بقصص مالي فيها، خلص روحي من وشي. حلي يا أنتي. ما معنا وقت، وبكرة الراتب. عجد؟ ليش إجا آخر الشهر؟ أي. يا محتالة، عم ترابي أمك تستلم راتبي؟ رح نروح بكرة نستلمه سوا. ليش؟ يعني أنا ما بعرف روح لحالي وإسحبه؟ شو نسيان إنه إلنا 3 شهور ما دفعنا فاتورة المي؟ بلشت الطلبات، الكل عيونه على هالكمليرة اللي باخدهن، كل واحد منكن عنده طلباته وقاعد عم يستنى أخذ الراتب. ما بيهمكن إذا أبوكن محتاج هالمصاري ولا لا. أنا عم بلبس بلوزة أخوكي لأنه ما معي مصاري. بابا استنى، وفيت دينك للزلمة يلي إجا مبارح المساء؟ قالوا له معك مصاري. ما وفيته، يلعن هالحظ، ماله معي أي شيء، ما رح أعطيه ولا فرانك. خلاني اشتغل ليل نهار بعدين ضحك علي وما عطاني كل إجرتي. نحن بحاجة هالمصاري، للاس لازم ناخدها عند الدكتور، وفكرة محتاج قميص للمدرسة. بكرة رايحة معك نسحب الراتب سوا. شو سمعتني؟ لا خلاص سمعتك، مفكرتيني أطرش يعني؟ وانت كمان لا تنسي تغسلي لي تيابي، ما ضل عندي شيء لحتى ألبسه. أنا رايح، يلا باي. أختي شايخ تمر. أنا جاي حبيبتي. ليش حكمت لسه ما رجع لهلأ؟ قدي صار لي باعته لحتى يجيب الخبزات؟ أكيد بيكون واقف مع عاصم. رح روح لعنده على المحل وشوف لو تأخر. لا ما في داعي. ليلاس؟ آه حكمت؟ يلا روح على البيت، أكيد هلأ بيكونوا عم يستنوك. مزبوط، بس قلت بحط الأغراض قبل ما يجي عاصم. أنا بحل الموضوع، خلص روح. رح فوتهم دغري لجوا. حكمت خد هدول معك، هدول كرمال إخواتك الصغار، خدهم من إيدي. مسيك
تمام، رح روح لكان. تمام. شو جابك لهون؟ شو عم تعملي؟ اخ اخي عم توجعني، شيل ايدك مشان الله. لكن انت الحرامية تبع الجرايد، امبارح اكثر من زبون رجعوا الجرايد لانه ما فيها كوبونات، شو اللي خلاكي تساوي هيك؟ انا هلا بدي اعرف، احكي لشوف. يلا طيب ماشي اتركني. تركتك؟ شو اللي خلاكي تصيري وحدة حرامية؟ انا ماني حرامية مثل ما عم تقول، انت ليش عم تكبر القصة هيك؟ انا ما بسرق كوبونات ولا حتى بسرق جرايد، انا بقطع الكوبونات وبس. اه والله، واللي بيشتري الجريدة مشان الكوبونات شو ذنبه؟ انت هيك بتكوني سرقتي حقه. ما فكرت بنوب هيك. ايه وبشو فكرتي لكان؟ يكون بعلمك انا رح اقول لاختك كل شيء. خلص بدرجاك حكمات، لا تقول لاختي، بوعدك ما رح يعيدها مره تانية ابدا. بعدين يا اخي انا كنت عم جمع هاي الكوبونات لانه لازم اشتري لابتوب للمدرسه. ماشي بعدين بنحكي بالموضوع. اخي عاصم، بما انك اجيت انا رايح. ولوين بدك تروح؟ لسه ما بلش الدوام، بس اجيت اخذ الخبزات، رح وصلهم وراجع فورا. طيب ماشي، اليوم عندنا شغله كثير ما تتاخر. تمام روح قدام. عشان ما ننتدى مثل ما بتعرفوا مشاهدينا، برنامجنا هو المفتاح الباب. انا شايفه مطبخ جديد ومشترك مع النوم. نحن غيرنا. وانت حبيبي كل اكلاتك وانتو شايفين عن جد بيغلق. ما كان بينك بالمطبخ عن جد شي حلو كتير. وينكن لهلا؟ نحن متنا من الجوع. جينا خدي ليلاس، حطي هدول بالمطبخ. نحن نقسم لكم اكثر من هيك، بس وضع البيت كثير منيح عندكم، بس المطبخ هو السيء. مو معقول شو حلو، كثير عاجبني الشيء المنيح واللي بيرضيكم. بتعرفي هلا مشاهدينا رح نشوف شو المطبخ الجديد. في كثير ناس عم شو رايك نشارك بالبرنامج؟ بس مثل ما بتعرف دقينا لهم مليون مره، بس الواضح ما في حظ. ودائما الحالات اللي بناخدها هي الحالات اللي فيها ضرر كثير، وهذا المطبخ هو واحد من هاي الحالات. كانوا عم يحضوا من شوي البيت كيف كان من قبل. ايه هلا عم بيعيدوا الحلقة. تتا عجبك؟ ليكي شلون عم يكسروا كل المطبخ؟ وهذا الشيء كتير مسرور. حلقة مبارح عملوا خزانات بيضة للمطبخ بياخدوا العقل، وعملوا على جوانبه قطع سيراميك ملونة. مو معقول شو حلو. تواصلوا معنا، تواصلوا على الرقم الموجود. رح أمس بشار. مع الشكر شكرا. أحمد ماله بالبيت؟ قال راح لعند بنتي يعطيها درس خصوصي. شبك ابني ليش مستحي؟ كل هدول المربيات شغل إيدي، أنا عملتهم. تفضل. يسلموا. آه أنا نسيت عصير البرتقال اللي حضرته، رح أقوم جيبه. مهجة، أبوكي أكيد ما رح يجي؟ لا ليش ما قلت لك؟ وقت سمع انه بدي اجيب له الشرطه بطل يجي لهون. اللي ارتحت. يا الله يا علي، ان شاء الله كيف كبيته؟ وين الحمام؟ من هنيك من هنيك، روح روح كب على حالك مي بارده. يا الله. فكري انتبه للي عم تقوله. شو عم بكذب أصلاً؟ أنتو كلكم أغبياء، مو شايفين حياتكم كلها سخافة؟ مو هامنكم غير تحضروا مباريات وبايعين هالدنيا. لك والله لا شك. طول بالك. خلص اهدى طول بالك. تعا تعا تركوا تركوا يا شباب، خلي يجي لعنك. طولوا بالكم، ما بيصير هيك. طول بالك، مالك شايفة بيتك يا غبي. تعا لهون، لا تكون أفكرني خايف منك. فكري خليك على جنب. فكري هلو شو بدك؟ لا لا الأخير اسمعني منيح، بتقول لابنك الصايع يبعد عن بنتي وإلا قسما بالله بقتلكم انتوا الاثنين، عم تفهم؟ العمى بقلبكم. يا رب دخيل والله بيستاهل. سني منك يا عاشق. تركني ما فيني شيء. انت منيح؟ تركني هيك. ماشي حدا بقى يوقف عنك. لا 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 لا. حتى بيوم العطلة ما بيخلوا الواحد يرتاح. قال شو زبونة كتير دسمة وطالبتني لألي شخصية، كنت حابة ارتاح اليوم بالبيت. لميس فينا نحكي شوي؟ أنا قدام البيت. ما لي نصيبكم معكم. يلا برجع بشوفه. ماشي. شيلولي قطعة من الفطاير. ها طيب.
رح تقدر تمسكني. أنا بورسيك. أخ لا حول ولا قوة إلا بالله. رح من هون. سابقنا أنا ربحت عليك. ماشي بكرة بتشوف. والله لو قلت لك هالضربة 10 ضربات على رأسك. عن جد أنت واحد ما بتفهم. كأنه كسر أنفي. ما عم يوقف نزف أبدا. تلاقي نسي التلفون عنا هون. أنا رح أطلع أعطيه إياه. هات يعطيني إياه. أنا باخده. ماشي. بعدي عني. انت ليش كتير عنيد؟ ورجيني لشوف. تولاي نسيتي تليفونك هون. انا كيف نسيته؟ هات لشوف. بابا انت لابس كنستي مو؟ ايه مزبوط لابس لك كنستك. شو رح تعمل؟ اشلح لك اياها؟ كله سؤال. ليش هيك عصبت؟ ممنوع السؤال فهمت؟ لما يكون دمي معبي ثيابي لا تسأل. عمي فكري انت شو عملت؟ شو عم بصير؟ حكمت؟ اسمعني منيح. من اليوم بنت لساعي البريد بدك تبعد عنا. شوف إذا لسه بشوفك مع هاي البنت وقتها بتقرأ على روحك الفاتحة. أخي أنت منيح؟ لك أنت شو عم تعمل؟ ليش لا تضربه؟ من وين طلعت اللي أنت بتعني؟ ما كان ناقصني غيرك قاعد قدام بيتي ليل نهار مثل الناطور. شو بدك مني؟ روح بلا ما أبتلى فيك انقلع. لك أنت شو معدنك؟ شوف شو عملت بهالمسكين. بدر إذا سمحت. هدول أولادي وأنا حر فيهم وهذا بيكون ابني. أنا حرفياً بضربهم ولا بقتلهم. أنت شو علاقتك؟ خلص بدر روح أنت هلأ. روح كرمالي تمام؟ روح بدر. نلع نلع. خلي رأسك لقدام. وطي رأسك لتحت. وطي شوي. خليك هيك حبيبي. ايه خليه هيك شوي. ايه دللوه دللوه. قلي أنت شو عم تساوي فينا؟ طلعي بوشي شوفي شو صار لي. ما أنك شايفة وشي؟ مو شايفة كيف تشوهت لك؟ حسوا فيني شوي. لك آخ ونفوت لجوا. ليكو بكرة إذا متت كلكم رح تتيتموا وقتها رح تعرفوا قيمتي اللي ما نكون عارفينها هلا. أخي خلي راسك لقدام. شوفي. اركض جيب لي منشفة يلا. وأنتي روحي جيبي لي شوية تلج. يلا رح جيبهم فورا. أخي موضوع شي؟ جاوبني موجوع كثير. خلص اتركوني بقى. شو شايفيني ولد؟ طيب لوين رعاية؟ خليني حط لك تلج. ما بدي شيء. شو بدك؟ ليش عم تطلعي فيني؟ بابا انت منيح؟ ايه منيح. بنتي روحي جيبي لي اي قميص او كنزه من الثياب الوسخه اللي جوا. بس اختي حطت كل الثياب الوسخه بالغساله. يعني انا هلا شو بدي البس؟ يا الله. طيب ما عندي عطلة غير يوم الأحد ونزعوا لي إياها. شو عم تشيلهم بإيدك شايف؟ بشتغل بشرف. بشتغل منيح.